المجد الأمين. وطني هنا وطني هنا. أنا يبت يكون اليقين نزلي هنا نزلي هنا. حقن طه المصطفى في مشهد فوق السماء. يا صيد اللطف الرضا فردوس قلبي أن أرى. الليل باك في سكون والعين تسأل عن حبيب فيجيبها الدمع الحزين. وذاك في طوس غريب قد حرت في سحر الدجى. ما سره هذا السقى؟ فسمعت قلبي شاديا نشوان أدنفه الهيا. خذني بفلكك سيدي فالموج من حولي لطيف. أنت المفازة والنجاة أنت الصراط المستقيم. ماذا فعلت لتستهبى؟ ما كان ذنب المسجد أقوت بنفيك طيبة يا ابن النبي محمد يا ابن النبي محمد. إن أنت إلا يقبة شماء من سر القلود تنفي علانا صرخة. فالظلم يحيا بالسكوت فالظلم يحيا بالسكوت. الفجر محجوب إذا ما ظل يخشى من ردى. فالحق يبقى إنما بالتضحيات وبالفداء. فور استلامنا طلب الخليفة انطلقنا إلى هنا مسرعين، وعنينا ما عنيناه في السفر لنصل إليكم في الوقت المحدد تماما من دون أي تأخير. تقول طلب؟ وما هو هذا الطلب؟ لست على دراية بأي طلب وعلم، لكن الكتاب كان مزينا بختم الخليفة. كتاب؟ هناك التباس ما في الأمر، فالخليفة مريض منذ مدة وكلنا محرومون من بركة وجوده ورؤيته، فكيف له أن لا؟ علماء الزردشت والنصارى يطلبون الإذن بالدخول. علماء النصارى والزردشت؟ فليدخل الصالة. هل وافق؟ أجل قد وافق. أيها الخليفة عندي ما أقوله لك. إلى ما ترمي يا ترى من هذه المناظرة؟ أريد أن أعرف من يكون في الحقيقة. هل هو ذلك الذي يتحدث عنه أتباعه؟ أم الذي يشيعه عنه أعداؤه؟ أتدري ما الذي سيحصل الآن إن خرج من المناظرة مرفوع الرأس؟
أجل أنا أدري، ستزداد شعبيته أكثر فأكثر، وسيزداد عدد أتباعه، وسيصبح كلامه أكثر وعيدا وخطورة لنا. إذن لماذا تقدم على خطوة كهذه؟ لأنني مضطر يا فاضل. أود أن أعرف إن كان المطر قد هطل بفضل دعائه إلى الله، أم هطل بمحض الصدفة ليس إلا. أريد معرفة كل ما يعلمه وأيضا مدى علمه، وهل علمه حقا مستنبط من عالم الملكوت السماوي؟ وهل يتمتع بخوارق العلم والمعرفة؟ أريده أن يناظر هذه المجموعة من العلماء المتفقهين في جميع علوم زمانهم، لأرى بعيني إلى ما سيؤول إليه الأمر، ومهما تكن النتيجة عندها فإنها ستحدد مصيري مع أبي الحسن. ينبغي أن أعرف حقيقة أمره يا فضل، هل هو إمام أم خليفة زمانه، أم وكيل الله على هذه الأرض، أم وارث علي؟ يجب أن أعرف تماما من أقف في مواجهته ومن هو الذي يقف في مواجهتي. إذن ليست مناظرة فقط. أريد أن أعرف أنني إذا اضطررت ولطخت يدي يوما بدمه من أكون قد قتلت. يجب أن أعرف بأي ثمن يمكن أن أحفظ عرش خلافتي. هذه المناظرة نهاية الطريق، إن هزم أبو الحسن فيها يكون اشترى آخرتي وأنقذ حياته هو، أما إذا انتصر هو فيها دنيا المأمون وآخرته رهن بهذه المواجهة. تريد أن تقوم بقتله؟ ما الأمر؟ تعال. ماذا تريد من عمر؟ السفر ثانية؟ كلا، أريده أن يحمل فورا رسالة إلى إمامك. وما فحواها؟ تتعلق بشؤون الخلافة طبعا، لا بتدبير المنزل. لما لا تحملها أنت؟ ربما لم أرى مصلحة في ذلك. عمرو، حذاري من أن تقدم على أي خطوة ضد أبي الحسن، ولا تشارك في أي مؤامرة. ليس هناك من مؤامرة. أخبرها بالمؤامرة التي دبرتها. إن حياة أبي الحسن في خطر، يجب أن لا يشارك في المناظرة، فالمأمون قد عقد العزم على قتله. عمرو، أهلا.
متى عدتما من السفر؟ كما ترى لم ننفض عنا غبار السفر بعد. هل من أخبار جديدة؟ نحمل أخبارا كثيرة. ما هي؟ من هو الذي أذن لكم بالدخول إلى حرم المسجد؟ دخلوا إلى هنا بمعية عمرو بن رجاء يا هشام. ولكن أين هو الآن؟ إنه عند أبي الحسن وهو يتكلم معه على انفراد. لم أركما منذ مدة، أين كنتما؟ لقد كنا في سفر. كنتما في سفر؟ عمر، ماذا دار بينك وبين أبي الحسن من حديث؟ أحمل خبر استشهاد أخي أبي الحسن، لقد كنا نتحدث عنه. ولكن أي أخ؟ أحمد بن موسى. عجبا، إذن أحمد بن موسى قد استشهد رحمه الله تعالى، فقد كان شجاعا. ولكن كيف استشهد؟ ومن الذي قام بقتله؟ عليك أن تسأل علي بن موسى الرضا، فهو يجيب على أسئلتك. أنا مستعجل علي أن أذهب. إن ابن عمنا العزيز علي بن موسى بن جعفر من أبناء فاطمة بنت الرسول محمد، وهو أيضا ابن علي بن أبي طالب. إنه أكثر رجال العرب فضلا وعلما، ونحن نؤمن بأن لا وجود لمن هو أعلم منه على وجه الأرض. ومن هنا جمعنا كبار العلماء وأصحاب الفكر في هذا المكان ليجلسوا معه في مناظرة ويتباحثوا معه في أمور فقهية للوصول إلى مدى معرفتهم وعلمهم في حضورنا نحن. ومن جهته يثبت لنا حقيقة ما نؤمن به، وهو أنه فلتة زمانه وحجة الله على أرضه. إلى ناحيته وتباحثوا الآن مع ابن رسول الله وتناسوا وجودي هنا. هيا تكلموا، اسألوا، فنحن ننتظر. كيف أحاج رجلا مؤمنا يجتمع علي بكتاب أنا منكره، وبنبي غير نبي أنا لا أؤمن به؟
يا نصراني، فإن احتججت عليك بإنجيلك أتقر به؟ وهل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل؟ إذا تلطف علينا بحلمك، سنتحدث ويسمع كل منا ما لدى الآخر من منطق ودليل. أسأل أنا أم أنتم تسألون؟ أنا من سيسأل. من أين تثبت نبوة النبي محمد؟ أيها العلماء، لقد شهد بنبوة محمد موسى بن عمران وعيسى بن مريم وداود النبي صلوات الله عليهم. أرجو أن تثبت قول موسى بن عمران. هل تقر يا يهودي أن موسى عليه السلام أوصى بني إسرائيل قائلا: سيأتيكم نبي من إخوانكم، صدقوه وأطيعوه؟ نعم. فهل تعلم أن لبني إسرائيل إخوة غير ولد إسماعيل؟ إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل والسبب الذي بينهما من قبل إبراهيم. أجل، أفليس هذا صحيحا عندكم؟ بلى هذا صحيح، لكني أحب أن تصححه لي من كتاب التوراة إذا أمكن. هل تنكرون أن التوراة تقول لكم: جاء النور من قبل طور سيناء وأضاء لنا من جبل ساعير واستعلن علينا من جبل فاران؟ أنا أعرف هذه الكلمات، لكنني لا أعرف تفسيرها. أنت أعلم من أنك لا تعرف. أما قوله جاء النور من قبل طور سيناء، فذاك وحي الله سبحانه الذي أنزله على موسى على جبل طور سيناء. وقوله وأضاء لنا من جبل سعير هو الجبل الذي أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم وهو عليه. وقوله واستعلن علينا من جبل فاران، فذاك جبل من جبال مكة بينه وبينها يوم واحد. وقال شعي النبي فيما تقول أنت وأصحابك: رأيت راكبين أضاء لهما الأرض، أحدهما على حمار والآخر على جمل، فمن هما يا ترى؟ لا أعرف. أما راكب الحمار فعيسى عليه السلام، وأما راكب الجمل فمحمد عليه السلام. أتنكر هذا من التوراة؟ لا، لا أفعل ذلك. أرأيت ما فعل؟ أجل، أرأيت كيف حشر ذاك اليهودي؟ ضيق عليه الخناق بعدة كلمات وجعل منه سخرية أمام الحاضرين. أجل يا مولاي، لكنك فكرت باحتمال حصول ذلك منه. أجل فكرت، لكني كنت آمل ألا أجبر على. لم أفقد الأمل بعد، فالجاثليق وعمران الصابي ومروان المروزي من كبار العلماء وهم قادرون على مناظرته، أليس كذلك يا فضل؟ ما الذي تقوله في نبوة سيدنا عيسى وكتابه وفيما بشر؟ أنا مقر بنبوة عيسى عليه السلام وكتابه وما بشر به أمته وأقر به الحواريون، وبريء من كل شخص أو عقيدة أو مسلك ينكر ما بشر به، ولا يقر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. أليس علينا إذن قطع الأحكام بشاهدي عدل؟ بلى. إذن هل لا أتيتني
بشاهدي عدل من غير أهل ملتك، تقر به ولا تنكره النصرانية، وسلنا مثل ذلك. ومن هو الشاهد العادل برأيك؟ هل تقبل على سبيل المثال برجل ذي منزلة عظيمة عند عيسى عليه السلام كدليل وبينة؟ وهل تقر به كشاهد عادل؟ ومن هو سمه لي؟ ما تقول في يوحنا مثلا؟ يوحنا الديلمي، لقد ذكرت أحب الناس إلى المسيح. هل نطق الإنجيل أن يوحنا قال: إنما المسيح أخبرني بدين محمد العربي وبشرني به وأنه يكون من بعده، فبشرت به الحواريين فآمنوا به وبأهل بيته وأوصيائه؟ أجل، ذكر ذلك يوحنا عن المسيح وبشر بنبوة رجل، وبشر أيضا بأهل بيته ووصيته كما قلت. حسنا، وماذا تنتظر بعد؟ إن أنت وضحت ذلك نقلا عن الإنجيل كتابنا فأنا لن أنكره. وهل ما ذكرته عن يوحنا لم يكن نقلا عن الإنجيل؟ ربما ظننت أنني لم أقرأ الإنجيل، وما قلته ربما سمعته صدفة من الآخرين. والآن اسمح لي أن أسألك مسألة: لماذا تعتبرون عيسى والعياذ بالله ابن الله وتمنحونه مقام الربوبية؟ لأن كل من يحيي الموتى هو إله ويستحق أن يعبد. اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى، مشى على الماء وأحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص، ولم تتخذ أمته ربا ولم يعبدوا أحد. حزقيال النبي كان يحيي الموت أيضا، فقد أحيا 35,000 رجل من بعد موتهم بـ60 سنة. تجد في التوراة ما يشير إلى هؤلاء من بني إسرائيل. بما أنكم تعتبرون عيسى ابن الله، عليكم أن تعتبروا اليسع وحزقيال كذلك أيضا. يا رأس الجالوت، أسألك مسألة عن نبيك موسى بن عمران. كيف تثبت نبوة موسى عليه السلام؟ لقد جاء بما لم يجئ به أحد من الأنبياء قبله. صدقت في أنه كانت حجته على نبوته إذ جاء بما لا يقدر الخلق على مثله. هو الآن، أفليس كل من ادعى أنه نبي ثم جاء بما لا يقدر الخلق على مثله وجب عليكم تصديقه؟ لا، إلا إذا جاء بمثل ما جاء به موسى من كرامات ومعجزات فقط. فكيف أقررتم بالأنبياء الذين كانوا قبله ولم يفلقوا البحر ولم يفجروا من الحجر 12 عينا ولم يقلبوا العصا حية ولم يخرجوا مثل موسى عليه السلام يدا بيضا؟ لقد أخبرتك متى جاءوا بمعجزات على نبوتهم، حينها وجب تصديقهم. فما يمنعك إذن من الإقرار بعيسى ابن مريم؟ يقولون إنه أتى بمعجزات لكننا لم نشهدها نحن. أرأيت ما جاء به موسى من معجزات؟ ألم تأتكم أخبار المعجزات من ثقات أصحاب موسى؟ بلى، هذا صحيح. فكذلك أيضا أتتكم الأخبار المتواترة بما فعله عيسى ابن مريم، فكيف صدقتم بموسى ولم تصدقوا بعيسى؟ يا ابن موسى ابن جعفر، لقد عجز النصراني واليهودي أمامك وبينت قدرتك على الاستدلال، والآن سوف أسألك مسألة، فإن أجبت عليها
سأقر أمام هذه الجماعة بعلمك وأعتبر أن لا نظير لك في العالم أجمع. يجب أن تكون عمران الصابئي، أليس كذلك؟ هذا صحيح. سل مسألتك. أريد أن تخبرني عن الكائن الأول الذي خلقه الله. سألت مسألتك فافهم، أما الواحد فلم يزل واحدا، لم يزل كائنا، لا شيء معه، بلا حدود ولا أعراض، ولا يزال كذلك. ثم خلق خلقا مبتدعا مختلفا بأعراض وحدود مختلفة، ولا في شيء أقامه، ولا في شيء حده، ولا على شيء حذاه ومثله، فجعل الخلق من بعد ذلك لا لحاجة كانت منه إلى ذلك. إذا كان الخالق واحدا، برأيك أنت ألم يتغير بخلقه الخلق؟ إنه الله عز وجل لم يتغير بخلق الخلق، ولكن الخلق يتغير بتغييره سبحانه وتعالى. فبأي شيء قد عرفناه؟ عرفناه بغيره. أي شيء غيره؟ مشيته، اسمه، صفته، وكل ما شابه ذلك، وكل ذلك محدث مخلوق ومدبر من قبل الخالق. فأي شيء؟ هو نور، بمعنى أنه هاد لخلقه. أخبرني، أليس قد كان ساكتا قبل الخلق لا ينطق ثم نطق؟ لا يكون السكوت إلا عن نطق كان قبله. ترى أهو في الخلق أم الخلق فيه؟ جل عن ذلك. أخبرني عن المرآة، أنت فيها أم هي فيك؟ فإن كان ليس واحد منكما فكيف ترى نفسك فيها؟ من خلال ضوء بيني وبينها. هل ترى ذلك الضوء في المرآة؟ أجل. إذن فأرنيه. ألا تخبرني عن الله؟ هل يوحد بحقيقته أم يوحد بوصف؟ إن الله النور المبدئ الواحد الكائن الأول لم يزل واحدا لا شيء معه، فردا لا ثاني معه، لا معلوما ولا مجهولا ولا محكما ولا متشابها ولا مذكورا ولا منسيا، ولا شيء يقع عليه اسم شيء من الأشياء غيره، ولا من وقت كان ولا إلى وقت يكون، ولا بشيء قام ولا إلى شيء يقوم، ولا إلى شيء استند ولا إلى شيء استكن، وذلك كله قبل الخلق، إذ لا شيء غيره. يا مولاي، أقر وأشهد أنه كما وصفته تماما. إن أبا الحسن هو أعلم رجال العرب، وليس بمقدور أحد مناظرته. كل شيء؟ أجل، الجماعة يخلون القاعة. وأين الخليفة؟ هل دخل إلى غرفته؟
كلا، فهو لا يزال في القاعة. فضل، لقد أمر الخليفة بعدم دخول أي كان يود التحدث إلى أبي الحسن لوحده. حتى أنا؟ لقد قال لا أحد. ليس هناك ثمة من هو أعلم منك يا ابن رسول الله. كم كان جميلا قولك وإثباتك لهؤلاء القوم جهالتهم. ليت الجميع يدركون جهلهم. الجميع؟ من هم المقصودون يا أبا الحسن؟ هل تحاول الإشارة إلي؟ هل تظن أنك تعرف كل شيء؟ ليس كل شيء، لكنني أعرف أنني موجود. وماذا علي أن أفعل؟ تعرف؟ أجل، والله إنني أعرف. ماذا تعرف عن الخلافة؟ أعرف ما هي وكيف أحافظ على مسندي. منا؟ من كل من يحاول أن ينتزعه مني، حتى وإن كان له شخصيا. إذن كيف تم عزلك عن الخلافة في بغداد وبايع الناس عمك إبراهيم المهدي؟ هذا غير صحيح. إبراهيم بن المهدي تسلم زمام الأمور بأمر منا نحن، ويورد خطبه باسمنا. كل من أخبرك بذلك كذب وكتم الحقيقة عنك. تحقق لتكتشف الحقيقة. الحقيقة؟ إنني أعرف كل شيء، ولا يخفى عني أي شيء أبدا. إذن أخبرني عما يجري في المدينة وما يمر به أولاد المهاجرين والأنصار. أليست المدينة تحت سلطتك؟ أخبرني عن الكوفة واليمن والحجاز وواسط وبلاد ما بين النهرين، كلها تعاني من الظلم والجور والفقر والفاقة والمرض والموت. سلبت الناس أمانهم وليس هناك من يعينهم. أتظن أن حكومة كهذه ستستمر؟ يا ابن رسول الله، ماذا تعرف بعد؟ أعرف أن شؤون الخلافة سلمتها لآخرين وتجهل تماما كيف تسير الأمور. أعرف أنك لا تأبه بكلام الناصحين لك. أعرف أنك تسد عينيك وأذنيك عن الحقيقة. برأيك ماذا أفعل؟ ارحل عن هذه البلاد وعد إلى أرض آبائك وأجدادك، وتحمل بنفسك مسؤولية الخلافة، واطلع على الدوام على أحوال الناس، وإن استطعت لا تنسى ذكر الله. الوزير الأعظم، أبو الحسن بانتظارك. أيها الوزير الأعظم، تحدث أمامه عني قليلا، حدثه عن إخلاصي ووفائي له، وأخبره أنني لا هدف لي في الحياة سوى خدمته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام على عبد الله. ما الذي قلته للخليفة اليوم لتجعله مضطربا هكذا؟ لم أتحدث عن آخرتك شيئا. حسنا، إن آخرتي مرتبطة بهذه الليلة وبهذه اللحظة.
كنت أتحين الفرص لأصل إلى حضرتك بعيدا عن عيون الآخرين وعيون الخليفة المأمون وأتحدث إليك في أمر مهم. أقدمت اليوم يا ابن رسول الله على عمل خطير جدا، ألم تصلك رسالتي التي أرسلتها إليك؟ أي رسالة؟ حول عدم المشاركة في المناظرة أو أن تخرج منها غير منتصر إن كنت مجبرا عليها. بلى وصلت. إذن لماذا؟ كان ضروريا حصول ما حصل، وهذا ما دفع بالخليفة المأمون إلى التفكير بقتلك والتخلص منك. ليس بالأمر الجديد، وها هو الآن مصمم على تنفيذ خطته بأي شكل كان. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. يا ابن رسول الله، لقد عرضت حياتي للخطر بمجيئي إلى هنا وتحدثي إليك بهذا الأمر الهام البالغ الخطورة، ولكن لا حل آخر، إنها أفضل فرصة لدي. لم تكن الظروف مناسبة كما هي الآن، لقد أصبحت في الحال الحاضر على كل شفة ولسان. مناظرتك اليوم وتحقيق انتصارك رغم معارضة ذلك الأمر أدت إلى دحض كل الشبهات عنك والشك في معرفتك، وجعلت الجميع من دون أي استثناء يتحدثون عن إمامتك وقيادتك. لست سعيدا لمثل هذه الأمور. أردت أن أقول إنه يمكنك أن تثور وتنحي غاصب الخلافة عن مسنده لتمسك بنفسك بزمام أمور المسلمين يا ابن رسول الله، وطبعا أنا في سبيل ذلك وخدمة مني للمسلمين سأكون بكل ما أملك من نفوذ وخبرة تحت تصرفك على الدوام. يا ابن سهل، أنت معروف بذكائك وتدبيرك وسياستك، لكنك خلال هذه الفترة لم ترني ولم تعرف هدفي، فأنت غارق ومخدوع برغباتك ما جعلك لا ترى إلا نفسك. هل كنت تظن أنني أجهل أمرك أيضا وأجهل ما تضمره من نوايا؟ نيتي هي أن يتربع أكثر الناس علما وكفاءة على مسند الخلافة، وبعدها يأتي من هو غير كفء ليسلبه إياه. ألم تكن طالبا للخلافة أبدا؟ لم أطلب القدرة في الوقت الراهن، الظروف مهيئة الآن لكي تتولى الخلافة. لو كانت مهيئة لما جاء هذا الاقتراح على لسانك. يا ابن سهل، أنت وأمثالك قد سيطرتم على كيان الرعية وسلبتموهم شخصيتهم وأزلتم كل إمكانية لتحقيق حكم علي، ونحن لا سبيل أمامنا اليوم سوى إحياء دين الله ونشر حقيقة شريعة محمد. اذهب وتب عما ارتكبته من ذنوب، وانتظر نهاية أفعالك الفاشلة. انسى ما قلته لك للتو، الخليفة متوتر وقلق، وكان هدفي الوحيد الاطلاع على نواياك لأبعث الطمأنينة في نفسه. أنت تكذب، هدفك هو ما ذكرت، وما تنطق به الآن نابع من قلقك أنت. الخليفة، الخليفة، انهضوا، الخليفة، الخليفة، افتح الباب، الخليفة، الخليفة. يا إلهي، الخليفة، انهض، افتح الباب. السلام على خليفة المعظم.
جئني بعيسى الجلودي وأبي يونس وابن أبي عمران. سمعا وطاعة مولاي. هل هم أحياء؟ أجل أحياء يا مولاي، إنهم في السجن. تعال معي. وأنت أيضا. هيا انهض، هيا انهض، هيا تنحى جانبا، افتح الباب بسرعة. ماذا يجري؟ لا تسأل. هيا اخرجهم. ألن أخرج من هنا يوما؟ هيا هاتهم، هيا. الخليفة؟ جيد، لم أكن أتصور أبدا أن أراكم أنتم الثلاثة أحياء. تعالوا. We'll be right back.